ريتيك روشن في حجم الدور اللي عرض عليه في الفيلم الناجح بينك بانتر. وجدوا ريتيك صغير بالمقارنة مع نجوميته، ولهسبب رفض العرض، خصوصا انه بطلة الفيلم كانت أشواريا راي واللي كان دورها اكبر بكثير من ريتيك. وبالمناسبة جون ابراهام هو نجم هذا الشهر على NBC بوليوود، ورح يتم عرض فيلمه ريس 2 يوم الاثنين 6 يونيو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. ولا تنسوا العرض الاول لفيلم باتي باتني اورفو يوم الثلاثاء 7 يونيو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. وبالمناسبة هالأسبوع NBC بوليوود راح تعرض أفلام كتيرة ناجحة. فيلم سلمان خان باجيرانج بهيجان راح يعرض يوم الخميس 9 يونيو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. وفيلم أيوشمان كورانا بدايهو راح يعرض يوم الجمعة 10 يونيو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. وفيلم شاروخان وآليا بهت دير زندقي راح يعرض يوم السبت 11 يونيو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. كالعادة واتركوا كل أسئلتكم في التعليقات على صفحة NBC بوليوود على فيسبوك، ولا تنسوا لايك واشتركوا في القناة.